جديد أصدقائي المتابعين في كل مكان، نمضي ونتواصل معكم عبر صباح الشروق في ساعاته الثانية على الهواء مباشرة، ويزدان هذا التواصل دائما من إمام عدد من الضيوف الأعزاء، ونجلسهم دائما في استوديو صباح الشروق لنتناقش معهم ونخلص إلى مدعة الفائدة والمشاهدة إن شاء الله. مشاهدينا الأعزاء، تنضم إلينا هذه المرة الناشطة الاجتماعية إيناس عصام لنتحدث عن قيم التكافل والتراحم، ونتونس بين غوسين يعني. أهلا بك، صباح الخير. أهلا حسام، وأهلا حذيفة، وأنا سعيد منذر بعتذر. كنت عايز أخليك تكمل كلامك وأرجع لحذيفة. فأنا سعيدة جدا إن أنا أكون معكم في صباح الشروق، وإن شاء الله نقضي وقت جميل. أنت لقيتي منذر ده مسالم بالمناسبة. لقيتني مسكين. أنا وليش إن كنت حقك كيف. بعتذر. نسلم على حذيفة نقول له صباح الخير. ليه التحية. الله يديك العافية إيناس. وفي ظل الظروف اللي بيعاني منها السودان زي ما كل العالم بيشهد، والوقفة الكبيرة اللي احنا بنقول لهم شكرا لوقفتكم مع الشعب السوداني، الكورونا اللي كانت يعني مؤرق العالم كله حاليا سيول وفيضانات ضربت أجزاء كبيرة جدا من مدن وولايات السودان، دارين نتكلم عن القيم الإنسانية والدور المجتمعي بها تحديد في الوقوف مع كل الأهالي والمواطنين المتضررين دين. في البداية نحن لما نجي نتكلم بشكل عام عن قيم التكافل والتراحم، نحن كشعب سوداني دي تعتبر من أكبر الركائز حقتنا نحن كشعب سوداني كده. فالليله بتجي تلقانا اي زول فينا بشوف جاره حاصل على شنو، بتشوف قريبك محتاج في شنو، يعني متكاتفين وكلنا كجسد واحد. الليله لما جات الكورونا بصراحه الناس كانت متباعده شويه، قدرنا نكون متكاتفين وفي حته واحده، لكن على الاقل دخلت الناس كلها في بعض. يعني انت قاعد في البيت عرفت تفاصيل ناس البيت، عرفت الناس دي بتتكلم كيف، تفكيرها كيف، نوعيتها كيف، وكذا اكتشفنا ناس البيت من جديد. طبعا بالضبط كده. يلا تاني تجي للفيضانات وما الفيضانات وكذا. الفيضانات وضحت يعني اللي هو شنو التكاتف حق الشعب السوداني. ومن هنا تحية لكل شباب الشعب السوداني، يعني وما مقصورة بس على الشباب، الناس الكبار والناس الصغار، في انه انت زول ضعيف واقف قصاد فيضان كبير كده، في انه والله يا اخي انا قادر احمي بلدي او اوقف معه. بالنسبه للمساعدات اللي جاتنا من برا، والله صح جاتنا مساعدات من بعض الدول العربيه باعتبار انها هي اشاده للوقوف، المسانده، المساعده، باعتبار انه الناس كلها شنو متكاتفه مع بعض. إدارة الأزمات بصورة عامة وتلاحمنا وجودنا في الأزمة يا بمروة. أيوة. وكلام كثير جدا السوداني والنفير يا حسن. والنفير بصورة عامة. السوداني متى ما وجدت أزمة هو أول ذو الواصل يهرول. أيوة. تماما عشان ما يلقى الحل. صح. لموضوع هذه الأزمة. أيوة. الموضوع حق الأزمات هي ذاتها عندنا نحن هنا وفي الوقت الراهن ده، وباختلاف الوضع الاقتصادي والصعوبات المرة علينا، بقت الحاجة دي نسبية، اللي هي ممكن تكون بتمثل عندنا نقطة قوة ونقطة ضعف. نقطة قوة زي ما قبل شوية شي التلابة انه نحن كلنا قادرين نوقف قصاد الأزمة حقتنا دي. نعم. لكن لما نجي نمشي لانها ممكن تمثل لنا نقطة ضعف، اللي هو شنو في الأدوات اللي هي مثلا نمسك التجار مثلا. نعم. في انها مستغله الموضوع ده استغلال سيء، في انها الليله انا ماشي اشتري لي شوال بجيب القوم مضروب في ثلاثه. انا في ازمه دي مع فرصتي خلاص. أيوة طبعا. للاسف يعني. انا هنا ازمه قوه، هنا ازمه ضعف. تمام. لكن احنا قادرين، انت زي الحاله النفسيه حقتك انك انت قادر، انا قادر اقدم، انا قادر اوقف، انا قادر اعمل، قادر اساعد، والحاجات دي كلها نحن بتاثر معانا. طيب المشاكل والحاجات الكثيره اللي بتتكلم عنها هذه، يعني ما كان بيشكل لكم هاجس زي ما ذكرت تكون نقطه ضعف؟ شباب من الشباب يقول لك يا اخي طالما هم سودانيين ما عايزين يتعاملوا معانا، انا ذاته ما عايز اشتغلوا وكده، ولا كنتوا فعلا قادرين انه تتخطوا كل العقبات دي؟ اي صح، في ناس كثيره بتيجي تقول لك والله انا ما داير معك، ما عايز، وفي النهايه ده دي حاجه حقتك.
فانت شايف ليلى نحن كلنا في المبادرات في المشاريع بشكل عام بغض النظر عن انه دي ازمه زي فيضانات زي كورونا وكلام زي ده. انا شفت الناس كلها قايمه مع بعض ماشيه بشوف الزول ده انا قادر اساعده ولا ما قادر اساعده، انا قادر اقدم معه ولا ما قادر اقدم. الفكره بتبقى هنا في انه هل انا مقتنع بالحاجه اللي بيعملوا فيها الناس دي ولا انا ما مقتنع بها. فبتبقى جميل. حاجه شخصيه زي نعم أيوة. تقدير شخصي تقدير شخصي تقدير شخصي أيوة. طيب خلينا نتكلم تحديدا عن موضوع الفيضانات والسؤول باعتبار الازمه والكارثه الاخيره اللي حلت بينا، نطرحها على ارواح كل اللي فقدوا ارواحهم أيوة. وكمان يعني ما نملك الا نقول كل الدعم والمؤازره اللي فقدوا المأوى والفقد بيته والفقد اي شيء في الاحداث الاخيره، لكن شهدنا ملاحم حقيقيه جدا في الفيضانات وشفنا تلاحم كبير جدا عند السودانيين وده الشيء المحري فيهم وده الشيء المتعودين منه. ايوه بالضبط كده صح فعلا. تلقى الليله امي ابوي اخوي اخوك حبيبتي وحبيبتك كلنا الشارع، حتى لو ما قعدنا ووقفنا مع بعض بتلقى الناس بتساند بعض، بتشيل بتطلع من بيتها بتوقف شوف ده حصل شنو، شيل ده افقد جارك شوف الحاصل عليه شنو، الناس بتشيل عفشه مع بعض بتطلع. ممكن يكون بعض الناس الاوضاع كويسه قادره انها تحتوي الناس اللي فقدت بيوتها انها والله تقعد معي في بيتي بكرمهم. شفنا مبادرات حتى من زملاء يعني أيوة. بنشوفها في الفيسبوك أيوة. انه انا بيتي متاحه واقدر استقبل كم أيوة. اسره. المبادرات ايوه المبادرات اللي هي الاساس وهي الدعامه عرفت كيف؟ برضو يعني في برامج كتير يعني قامت على الحاجة دي إنه والله يا أخي شوف المحتاج منه شوف الزول الوضع سيء منه نعم. وسبحان الله هي طبعاً لسه حالياً الوضع بقى كل الناس سواسية كلنا واحد تمام وكلنا أيوة. واحد فعلا صح. إيناس أيام الثورة السودانية واعتصام القيادة العامة بالتحديد أيوة. شفنا مدينة فاضلة في نطاق محدود جدا، كل مدن السودان كل قبائل السودان كل أعراق السودان لا قبلية لا جهوية لا أنت من وين لا لونك لا جنسك لا دينك لا 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 لا, لا. أيوة. كانت مدينة فاضلة لكن للأسف ما قدرنا نحافظ على الحاجة دي لقدام وشهدنا المشاكل القبلية في المدن والولايات والتفاصيل اللي نحن أصلا ما بنتمناها دي أيوة. حاليا الفيضانات يعني شكلت لحمة من جديد، كل الأهالي مع بعض كل الناس وقفت مع أيوة. بعض عشان نقدر نتخطى المحنة دي، كيف نقدر نحافظ على الحاجة دي وما نخليها تضيع تاني وكلنا نكون يد واحدة؟ كيف نقدر نعزز القيم حقت التكاتف؟ نعم والله زي ما قلت لك قبل شويه هي عن طريق المبادرات والمشاريع الكبيره ده بشكل عام ودي حاجه بتنطبق على المجتمع نعم تمام. لكن لو مثلا امشي على الفرد لان انت بتطلع من الصباح بتيجي الساعه 5 انا لو قللت عدد ساعاتك وزدت لك وحسنت لك وضعك انت بعد كده بتعمل على تعزيز ايوه نعم. التكاتف في المجتمع والكلام زي ده. ومن هنا برضو يعني في حاجات احتمال انا ناسي الان ما متذكرها وما قادر استرسلها، لكن في ادوات كثيره قادره انها هي تعزز الحاجه دي حقتنا هنا في المجتمع. ونحن اساسا السودانيين يعني كشعب شعب محبوب شعب متكاتف شعب اخوي صح شعب مشهود له بكل التفاصيل الشعوب الجميله يعني أيوة حتى عالميا وخارجيا. وشفنا الدعم الكبير اللي وجه يعني من قبل المشاهير ورؤساء الدول المختلفين أيوة. وحتى ان كان على الكتابه في صفحات السوشيال ميديا برضه شكرا لهم لانه حسوا بالسودان وشعب السودان ايوه فعلا. حتى والله على نطاق الافراد اللي هو كان في مبادره من بيتين بحرينيتين اثنين كان قدموا دعم جميل يعني ايوه إن حتى الاطفال يعني الفلسطينيين برضه شاهدناه أيوة في مقطع فيديو اللي جميل هو كدعم للشعب السوداني. الناس كلها اتكاتفت عشان أيوة. ما تدعم الشعب السوداني لانه في النهايه روح الدعم دي موجوده أيوة. ومتبادله بين الكل. خلينا نقف على ادوار الشباب تحديدا وعلى فئة خلينا أقول الطوعيين اللي بيمثلوا المبادرات اللي بيمثلوا التطوع الفردي برضو أيوة. والله في الأفراد اللي بيكون في المؤسسات ذات الشغالين فيها في الأفراد اللي بيكونوا في بيوتهم
بيقدر يساعد بالحاجة اللي عنده المتاحة في بيته. في المجتمع القادر هو أساسا يعني يمشي مع بعض كجسد واحد. جميل. طيب خلينا نتكلم عن دور الإعلام في المرحلة دي بالتحديد. والله هو الإعلام يمثل الكيان الأول والواجهة. نعم. الواجهة. فالآن نحن يعني ممكن نعمل برامج يعني توعوية أو برامج تدريبية، بمعنى إنه والله يا أخي في الأزمات إنه أنت كيف تقدر تحلها. فعلا الآن عندنا في مراكز التدريب يعني عندنا كيفية حل الأزمات أو كيفية إنك أنت تطلع من الأزمة دي وتقدر تمشي لقدام. لكن زي ما قلت لك اللي هو البرامج التلفزيونية، البرامج التلفزيونية والتدريبية ده يعني حمل ثقيل جدا. نعم. على الجانب الإعلامي. نعم. هو الواجهة الإعلامية. طيب أنت كناشطة اجتماعية بصراحة راضي عما يقدم الإعلام في الظروف اللي بيعاني منها السودان؟ والله هو قادر وهو بيحاول تمام، لكن مبسوطه جدا من الجانب حق السوشيال ميديا تحديد، لانه لا السوشيال ميديا الناس كلها شنو كمثال يعني الليله مثلا بيكونوا عاملين جروب. زمان انت بتكون مثلا كفرد مع عائلتك بتدعم عائلتك، الليله مثلا المحليه او القريه كلها عاملين لهم جروب كبير، كل الافراد جوا السودان والبر السودان واللي عنده مساحه في انه يقدم لك دعم كلهم جوا الجروب ده. ما فكره انه انا اخدم بيتي، لا انا داير اخدم اولاد منطقتي. جميل. اولاد المحليه بتاعتي. انه نحن نساند بعض سواء كنا قرب او كنا بعاد. زي الجلسه المدقوق في السوشيال ميديا اتم الناس مطول ايه، فدي غايته يعني مشاكل. نزل الله السلامه دائما. ايناس عصابه ناشطه اجتماعيه، شكرا جميلا لحضورك بيننا في صباح الشروق، ونزل الله دائما التوفيق وانتشار قيم التكافل والتلاحم زي ما تعودنا دائما. أيوة. لانه انا دائما ما بقول في صباح الشروق وفي كل المساحات المتاحه ان نحن كسودانيين سامحين بالحياه اللي فينا. أيوة. بقيمنا السودانيه السامحه. أيوة. شكرا جميلا. الله يسلمك. تسلم. وسعيده والله جد اني انا معاكم حسام ومنذر. منذر. ونسلم على حذيفه. نسلم على حذيفه نقول صباح الخير عليك. بنتواصل اكيد بالذات القلق.